السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم أحمد العربي من مدينة ميكروتك أفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك أفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة المدونة كي شهادة الأعضاء الجدد. إن شاء الله النهاردة شباب معانا تيست لجهاز الروكت الـ M2 على الأنتنات الـ 14 دي بي الخاصة بمكتب ميكروتك أفريقيا، ويمكن اتكلمنا في موضوع الروكت الـ M2 في تحمل العملاء والأجهزة الـ LG أو التي بي لينك بدون أي مشاكل، لو هتشتغل على ترددات 2 و4 و2 و3 و2 و5 و2 و6. تعالوا نشوف النهارده شباب الروكت الـ M2 عند بعض العملاء الخاصة بمكتب ميكروتك افريقيا. تعالوا نشوف كفاءة الروكت الـ M2 بدون أي مشاكل علشان تكون تجربة على أرض الواقع. بس النهارده شباب هنكون من خلال التيم فيو. طبعا يا شباب من قوة الروكت ومن يمكن أداء الروكت، العميل ده جاب قطعة روكت أولى وبعد كده خد قطعة روكت تانية عنده على السطح واشتغل كويس جدا جدا على الأجهزة ال LG بسوفت النانو ستيشن ال M2. هندخل طبعا دعم فني يا شباب مع بعض، زي ما انتم شايفين الروكت ال M2 بالأنتنات ال 14 دي بي أو الأنتنات ال 6 دي بي الخاصة بالبيكو ستيشن 2 اتش بي او الام 2، هتشتغل بكفاءة وجميلة جدا جدا دون احتياج الانتنة الخاصة الاير ماكس 13 دي بي، لان قلنا طبعا ثمنها غالي جدا جدا. هندخل على التيم فيور ونشوف بعض طبعا الحاجات الجميلة النهاردة من خلال الروكت الام 2 زي ما انتم شايفين كده يا شباب. هندخل على اول روكت ام 2 وهنشوف بعض الكونكت اللي رابط على الروكت، ونشوف طبعا السي سي كيو زي ما انتم شايفين. ده اول روكت زي ما احنا شايفين شباب، زي ما انتم شايفين اصلا الاسم فوق روكت الام 2 ده عامل 15 كونكت، هو 15 اكسس. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على البروسيسور وعلى الرام، مفيش اي استهلاك للبروسيسور والرام علشان احنا كنا بنتابع مع بعض. فطبعا الروكت فصل معانا وبدأ ان هو يعمل لوج اوت. هندخل تاني زي ما انتم شايفين كده يا شباب، زي ما انتم شايفين ان هو عامل معايا 15 كونكت، يعني 15 اكسس بوينت رابطه على الروكت الام 2. زي ما انتم شايفين عندنا نسبه النويز قليله بدون اي مشاكل، ممكن تختار بعض الترددات لو انت حابب تشتغل على 2 و6 او 2 و5 او 2 و7. خاصيه الاير ماكس طبعا شغاله، وزي ما احنا شايفين طبعا نقله عندنا 62% و30%، فده شيء كويس وشغال بدون اي مشاكل في القطعه الرئيسيه اللي هي الاكسس بوينت. عندنا السي سي كيو زي ما احنا شايفين كده يا شباب 97، يعني 98 زي ما احنا شايفين، يعني 97 و8% يعني ما يقارب 98، يعني زي ما انتم شايفين 97. فده شيء كويس جدا جدا على العدد ده. يمكن احنا بنشرح الساعة 12 بالليل دلوقتي، ف 97 كويس، مفيش فيه أي فقدان للسي سي كيو. عندنا نسبة النويز كويسة معقولة شوية، عندنا 15 كونكت رابطة، عندنا السي بي يو طبعا زي ما احنا شايفين 11، زي ما احنا شايفين بيرجع 8. يعني الجو جميل جدا جدا بالنسبة للبروسيسور والميموري. طيب لو دخلنا على بعض الاعدادات، الراجل الطيب ده عامل بس بعض الاختيارات كده في المسطره الخاصه بالمسافات، هو بدا ان هو رفعها للاخر كده وعامل بعض التعديلات الخاصه ليه، ويمكن هو شرح الموضوع ده على الجروب وقال لك انا بفضل الاعداد ده او بفضل بعض الاختيارات على حسب المكان اللي عندي، كل واحد على حسب طبعا نسبه النويز والارتفاع والعوائق. طيب ده اول طبعا قلنا روكت، ده اول روكت عند الراجل الطيب ده طبعا الاستاذ احمد. ويمكن المعلومه النهارده ان احنا هنشوف الكلام الجميل اللي هو كاتبه على التيم فيور معانا. طبعا هندخل كده على الصفحه بس عشان التيم فيور بطيء شويه. زي ما انتم شايفين طبعا هدخل بس على اول حاجه علشان نشوف خاصيه الاير ماكس متفعله شباب. طبعا الجو بطيء والنت يمكن الفتره الاخيره في بعض المشاكل، وقلنا قائمه الوايرلس هو عامل بعض الاعدادات طبعا الافتراضيه اللي كلنا بنعملها، طبعا هنشوفها مع بعض يا شباب علشان نبقى ايه مفيش حاجه جديده، اللي هي الاكسس بوينت، وعامل طبعا البريدج مود، وعامل انيبل، وعامل لها الصح والاس اس اي دي. وزي ما انتم شايفين عندنا طبعا اهوت عندنا التشانل واخد الموجة 20، وقلنا واخد الدولة لسنسد، عامل الفريكوانس طبعا اهي زي ما انتم شايفين اوتو، وواخد التردد اللي هو 2312. الراجل كويس والراجل شغال وفاهم جدا جدا. ده اول روكت، وزي ما اتكلمنا عليه
ده واخد 15 كونكت. طيب تعالوا ندخل على الروكت اللي بعدها وهنشوف هي واخده كام في الوقت، لان قلنا الراجل ده طبعا بيقول بعض العملاء اللي موجودين مش شغالين على الاجهزه كلها حاليا، او بعض الناس بتبدا ان هي تشتغل وتفصل الاكسسات، او في ناس بتشتغل باستمرار. طيب هندخل على الروكت رقم 2، هو عنده 2 روكت في الشبكه، كلام جميل ربنا يزيده، وهو مبسوط من موضوع الروكت الام 2، هو شغال طبعا زي ما قلت بالانتنات الامني دي يا شباب، شغال بالانتنات الامني دي. طيب تعالوا ندخل على حته الروكت التانيه زي ما اتكلمنا عليها وقلنا هي طبعا الروكت التانيه، علشان بس معانا بعض التهنيجات نطلع في الصفحه فوق كده يا شباب. التانية زي ما انتم شايفين يا شباب واخدة معانا الوقت كونكت 25 اكسس، 25 اكسس رابط على الروكت الام 2، كلام جميل. طيب عنده اجمالي اكسسات على ما اظن 40 اكسس على الروكت دي، هو قال لي عندي 40 اكسس او 37 عميل ممكن يعملوا كونكت بدون اي مشاكل، وعندي مفيش اي ارتفاع في البروسيسور او السي سي كيو يا عم احمد، والدنيا كويسه. طبعا عندنا اختلاف في نسبه النويز ما بين الجهازين، عندنا ده 91 وزي ما انتم شايفين عندنا التاني حاجه و80 على ما اظن، 86، يعني الفرق بسيط، الفرق بتاع 4 او 5. تمام. طيب الروكت التاني ده نفس الفكره يا شباب، قلت عليه كونكت 25 عميل، عندنا السي سي كيو 97، مفيش اي طبعا اهدار للرام والبروسيسور على الجهاز ده. تمام، مفيش يعني الجهاز شغال كويس ان شاء الله معانا، وقلنا عندنا نسبه النويز والاير ماكس 82 على 29، نفس الفكره في الجهاز التاني. تعالوا نشوف طبعا ايه خاصية الاير ماكس متفعلة على الجهاز التاني علشان الناس تبقى فاهمة خاصية الاير ماكس مهمة جدا جدا بالذات على الاكسسات ال جي، لو انت هتربط بالاكسسات ال جي على الروكت. طيب اكسس بوينت نفس الفكرة، وعامل الانيبل وبعض الاعدادات، قلنا واخد التشانل 20 الموجة 20، وده لو خدها يعني 40 هتكون افضل، بس هو على حسب بقى قلنا اعداداته. هو عامل هنا الفريكوانسي نفس الفكره اوت اوتو، واخد نفس التردد على ما اظن، لا هو اختار هنا 2537، اشتغل ب 2 و5، فهو راجل جميل جدا جدا ورائع في التفكير. نفس الفكره هو عامل على ما اظن باين المسطره، هو رافع المسطره، هو حابب ان هو يرفع المسطره هنا زي ما انتم شايفين كده، بجيبها لاخر ال 32 ونص زي ما انتم شايفين، بتدي لك 52 كيلو، طبعا مش يعني مش قراءة صحيحة ال 52 كيلو، يعني الروكت ما جيبش 52 كيلو، بس هو رافع المسطرة كده، وما اتكلمنا في الحتة دي قال لك دي افضل اعدادات انا بفضلها على شغلي، وشغالة كويس جدا جدا لمسافة كيلو ونص. الروكت حاليا اخر عميل عنده كيلو ونص شغال، والبنج والانترنت بدون اي مشاكل وفل الفل، وبيقدر ان هو يتحرك ويدخل على الاكسسات ويطلع يربط تاني بدون اي مشاكل، زي ما انتم شايفين ده الاكسس اللي هو رابط طبعا، وعندنا اكسس تاني هو رابط على النانو ستيشن، هو اكسس طبعا نفسي زي شايفين الاشاره يا شباب، زي ما انتم شايفين 66 دي بي، عندنا نسبه النويز 101 يعني مرتفعه شويه، عندنا سي سي كيو 93 زي ما انتم شايفين، 94 92، لا السي سي كيو كويس، بينقل عندك الداتا طبعا 39 ميجا على 39 ميجا زي ما انتم شايفين، 26 على 39 كويس، بتبدا ان هي تيجي وتروح. بس نفس الاعدادات كويسه جدا جدا على الاكسسات ال ال جي زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده تجربه من ارض الواقع، وهو قلنا يعني هو مش عاوز طبعا يحمل على الروكت الاولى، لان بيقول لي عندي ناس كتير او طبعا بتدخل على الروكتات، فبدا ان هو يوزع في اماكن مختلفه في الروكت الاولى وفي الروكت الثانيه. تعالوا نشوف كده بعض المحادثات اللي انا بتكلم معايا على يعني على التيم علشان نكون يعني صراحه مع بعض ويكون الكلام يعني امام الجميع. طبعا قال لي قلت له انا عاوز طبعا زي ما انتم شايفين عاوز ابعد اكسس عندك، لسه هشوف الاشاره، افتح صفحه كده يا احمد. فبعد ما فتحنا الصفحه قال لي بعض العوائق كمان، المسافه في حدود كيلو ونص. تمام، ده طبعا قال لي ده ابعد اكسس انا رابطه بربطه من مكان تاني، بيبدا ان هو طبعا زي ما انتم شايفين كده عادي، انا بربطه على الروكت وشغال زي الفل وتمام، انت شفت الاكسسات والاشاره طبعا اهوت، وقال لك الكيوز. تمام،
تمام. الاكسزات الروكت بيشتال كام عميل معاك في وقت الضغط؟ يعني احنا بنسأله هو الروكت بيشتال كام عميل في وقت الضغط، هو بيكتب معانا اهوت تمام حاليا، لان قلنا هو كل طبعا هو بيكتب اهو نشوف، يعني هو مفيش عنده عدد كبير خالص علشان يجرب على الروكت. يعني هو بيقول يعني انا عندي حاجة و30 عميل على ما اظن 37، يعني ننتظر ونشوف طبعا المحادثة دي، لان المحادثة دي مهمة جدا جدا، ويمكن العميل مش هيكذب. واتكلمنا على ارض الواقع ان روكت اولى وروكت تانية، يعني لو عميل عنده الروكت الاول مزعله في حاجة مش هياخد الروكت التاني. كل الموجود حاليا وكان شغال اونلاين 38 اكسس زي ما انتم شايفين، 38 اكسس عامل كونكت عليه. طيب في مشاكل مثلا في العدد كله اما يدخل مرة واحدة، ولو في اكتر اكيد هيشغلهم. يعني هو بيقول لك ال 38 بيعمل كونكت، ولو في اكتر من كده الروكت هيستحمل وهيشتغل. لا طبعا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك، لا ان الروكت يعني كويس واشتغل معاه بدون اي مشاكل. زي ما انتم شايفين هو الانتين اللي راكبه عليه، وعنده انتنتين، واحده على ما اظن 6 دي بي اللي راكبه عليه ايه، طبعا في انتنات 14 دي بي، والانتنات التانية على ما اظن كان قايل لي 6 دي بي اللي هو واخدها مننا طبعا روكت. هنشوف الانتنات اهو، لانه هو عنده روكت قديم كان جايبه من زمان على ما اظن، هو كان جايبه باين كان بيقول لي جايبه من السعودية، وهو جاي واخد روكت مني من 10 ايام على ما اظن. تمام، هو مركب على روكت 2 انتنة 6 دي بي من بتاعة البيكو كلنا عارفينها، وفي روكت عليه 2 انتنة تمام اللي هي ورناها لكم في الصورة الوقت يا شباب اللي هي 14 دي بي. تمام جدا جدا. اولا ربنا يبارك لك ويوفقك، وشكرا على معلومات جميلة دي وألف شكر. تمام يا شباب، يا ريت يكون يعني الموضوع وصل للجميع علشان الناس تطمن من التجارب. وطبعا احنا باستمرار بنجرب المنتجات وبنتابع الشغل، ومفيش اي حد يخاف من اي شيء، اهم شيء التجربة. طبعا المسافة ممكن ابعد. طب اسف يا احمد هنكمل المسافة، احنا ما اتكلمناش عن المسافة. لو ابعد الروكت يجيب كام كيلو عندك بالانتينا دي؟ طبعا احنا كنا ختمنا المحادثة معاه على التيم، ورجعنا بس نسينا حتة المسافة، علشان طبعا المسافة وتحمل العملاء ده كل واحد بيحب ان هو يستفسر عن الحتتين دول بالذات، ولازم تستفسر عن الحتتين دول لانهم افضل واهم حتتين في اي منتج، روكت او بوليت او روكت او نانو او بيم او روكت ام 5 او ام 2. فهنشوف هو هيكون رده ايه. طبعا انا معرفش هو جرب ولا لا، هو قال ابعد مسافة عندي كيلو ونص، هو قال حدود كيلو ونص، وزي ما انتم شايفين كيلو ونص الاشارة كويسة، يعني كيلو ونص تمام كيلو. طيب لو مثلا ابعد 2 كيلو اشارة كويسة مثلا، وطبعا قلنا شباب ان الاشارة موجودة معانا دلوقتي على ال، هو ما جربتش الصراحة. طبعا هو الراجل صادق معانا، فهو يعني احنا مش شايفين من الاشارة دلوقتي، الاشارة بتاعتنا دلوقتي لو احنا شفنا من الاشارة دلوقتي في الروكت، يعني هو الموضوع ده حاليا علشان ما فيش معانا زي ما انتم شايفين كده من الاشارة حاليا ان الاشارة معانا كويسة.
كويسة جدا جدا. يعني لو معانا الوقت 2 كيلو، 2 كيلو ونص هيشتغل بدون أي مشاكل، هيشتغل بدون أي مشاكل. لو دخلنا على الأكسس التاني، تمام، هو قال هنجرب اهو نشوف على ما أظن. لو دخلنا على الأكسس التاني وشفنا في صفحة المين، تمام، هننتظر كده لحظات ونشوف في صفحة الإشارات الخاصة بالأكسس، تمام. يا يعني انتوا شايفين يعني عندنا الإشارات أصلا السيجنال مقفل اللي هو 66 دي بي أو 67 دي بي، فمن الطبيعي جدا جدا إن هو لو أبعد هينقل وهيشتغل كويس جدا جدا معانا بدون أي مشاكل. زي ما انتوا شايفين هو بينقل 39 ميجا على 39 ميجا، يعني الأكسس كله مش هياخد طبعا 2 ميجا، 2 ميجا على 2 ميجا او 4 ميجا على 4 ميجا في السحب. يا ريت يكون الاعضاء استفادت من تجربة وتست الروكت الام 2 اليوم. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.